مع التقدم في العمر وتزايد تجاربنا في الحياة، تنكشف لنا حقيقة ضعفنا ومدى عجزنا، وكذلك تتضح لنا وحدتنا في رحلة الحياة هذه. لا الأخ ملجأ في كل مأزق، ولا الصديق موجود في كل نائبة، إما لعدم القدرة أو لعدم الرغبة، إلا أن السند الدائم والملجأ الآمن والموثوق هو الله سبحانه. أملك اعتقادا بأن كل شيء يحصل لسبب. الناس يتغيرون عليك لتتعلم كيف تستطيع النسيان، والأشياء تسوء حتى تستطيع إصلاحها وتصدق أحيانا الأكاذيب لتتعلم أن تثق بنفسك. وفي بعض الأحيان بعض الأشياء تترامى لتسقط عليك أشياء أفضل. كن الطرف الذي يقدم كل شيء، حتى ولو كان الطرف الآخر لا يقدره أو لا يستحقه. بالغ بإحسانك، اجعل الشخص يستنفذ كل فرصة معك، بحيث إذا اتخذ قرار الابتعاد ستكون طيب النفس مطمئن البال أنك لم تظلم ولم تبخس أحدا حقه.